115 গজের একটা পিচ এক করেছে বাংলাদেশ আর ফিলিস্তিনকে সব আবেগ মিলে মিশে একাকার এই মাঠেই যেখানে দুই দলই হয়তো পাবে প্রায় কাছাকাছি সমর্থন মাঠটা বাংলাদেশের আতিথ্য দেওয়া হচ্ছে প্যালেস্টাইনকে বাংলাদেশ একই ফিলিংস পেয়েছিল কুয়েতে প্যালেস্টাইনের হোম ভেনিউ ছিল যেটা তবে এবার নিজের স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত যেন গ্যালারিতে এক নতুন আবেগের সৃষ্টি করে গেল সেই আবেগটুকু একটাই সেটা লেবাননকে এই মাঠে নভেম্বর মাসে আটকে দেয়া দুটো এয়ার ম্যাচ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া এবং প্যালেস্টাইনের এগেনস্টে সেই দুটো ম্যাচেই বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে তবে বাংলাদেশের শক্তি নিজেদের ঘরের মাঠ দেখা যাক সেই সমর্থনটা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আজকের 90 মিনিটে কোন প্রতিরোধটা গড়তে পারে কোন জবাবটা দিতে পারে এই প্যালেস্টাইনকে তিন পরিবর্তন প্যালেস্টাইনের অনুদিক খলিল অফসাইড পজিশনে তিনি ছিলেন রেফারি বাঁশিটা বাজাতে হয়তো একটু সময় নিয়েছেন الفلسطيني سجل خمسة على حياة في مرمى منتخب بنغلاديش عدي دباكا سجل هاتريك وشهاب طنبر عمل المميز اللي يقدمه من خلال هذه البطولة الرأسية اللعب المحاولة الكرة الفلسطينية الخطيرة لكن عبرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت على طول إلى ضربة مرمى المنتخب الفلسطيني الفدائي الأبيض اللي يدخل من تعادل وخسارة واحدة من خلال هذه المسابقة فلسطين خسارة واحد مقابل لا شيء المنتخب الفلسطيني 5-0 فوز على بنغلاديش اليوم انتصار صاحب الأرض والجمهور من خلال هذا اللقاء في مباراة الإياب الجولة رقم 4 للتصفيات الآسيوية المزدوجة أحسان يلعب بالعشرة طاقم تحكيم قائمة المنتخب الفلسطيني الفدائي على يمين الشاشة باللون الأبيض الكامل رامي حمادة اثنين نحلة الحاضر من خلال هذا اللقاء شهاب تعويض من خلال المباراة القادمة عدي الدباغ اللي أصبح هداف التاريخي لكرة القدم الفلسطينية من 15 هدف من 35 المميز التقدم من خلال 10 دقائق الأولى العرضية الموجودة ومن ثم وعلى المجهودات التي السيطرة على الكرة بهذا الشكل المميز بأن تكتمل الرحلة وتكتمل الصورة والدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه المنتخب الفلسطيني وأسترالي 7-0 وبنغلاديش 1-1 تعادل مع لبنان التعادل الوحيد وبعد ذلك بنغلاديش تعرضت لخسارة ولمحمد باسم تسديدة من مسافة بعيدة تسديدة هذه المواجهة تشعر بأن الفدائي يحتاج إلى دقائق مع البداية اللي شاهدناها وكما نشاهد عزيزي المتابع في مدرجات هذا الملعب الجماهير الضيقه تعتبر على اهلنا واحبابنا هنالك في فمن بالارض يجرو على كسري نعم فمن بالارض يجرو على كسري لا يوجد احد يجرى على كسر الفلسطيني دليل على ذلك يعتبر لفلسطين هو للمرة الثانية على التوالي العنابي منتخب فلسطين في العدوان المستمر على غزة نعم رحم الله موتاهم واسكنهم فسيح الجنوب الفلسطيني أينما ذهب وأينما حل وأينما ارتحل نعم تجد في هذه المحاولة الكرة العالية تكون بأقدام هؤلاء اللاعبين اللي يمثلوا منتخب من دوري المجموعات وبسبب ثقة اللاعبين بنفسهم وثقتهم بنفسهم الكبيرة هي تدفعهم إلى الأمام وثقتهم بنفسهم هي تدفعهم للوصول لنتائج الخبات المتواضعة على مستوى الأداء اليوم المنتخب الفلسطيني هي المحاولة الخطيرة الأولى على رامي حمادة في هذه اللعبة لكن عدت بالسلام عدت بالسلام تحولت الكرة إلى ضربة مرمى المدرب منتخب فلسطين الأولمبي الكلام عن المدرب الواحدة تقريبا بتوقيت
منتخبية فلسطين عبر حضورها من خلال هذا اليوم. وهذه الأسماء الحاضرة القادرة بحول الله على صناعة الفارق من خلال مجريات إسماعيل مع نادي أهلي طرابلس، الكلام عن حسن علاء مع النادي العربي، عميد مع نادي الريان. يعني ركلة ركنية على طول للقائم الثاني، ومن ثم عودة لتنفيذ الكرة إلى الأمام في هذه المحاولة عن طريق شهاب. تمريرة للناحية اليسرى، كرة عالية من جديد للقائم الثاني، محاولة فلسطينية وصلت في تسديدة بعيدة. عودة لعام 2006، يعود لفترة طويلة جدا من استام مستمرة. حذر يا شباب، حذر، الحذر، الحذر في هذه اللعبة، والعودة المثالية في الوقت المناسب في اللقطة الماضية لاستعادة الكرة. منتخب البنغلاديشي، منتخب بنغلاديش يكسب خطأ. الآن منتخب بنغلاديش في نصف ساعة لعب، عزيز المتابع، بدأ يتقدم للهدف الأول، ليتقدم عبر نتيجة المباراة، ليصل إلى نتيجة الإقرار إلى خارج أرضية الملعب. عدت الكرة إلى ضربة مرمى، عبرت الكرة إلى ضربة مرمى، نتيجة ثلاثة مقابل لا شيء. محاولة إلى الأمام، إلى الأمام من جديد مستمر، وسط هذا الحضور الكبير، وسط هذا الحضور الكبير في تسديدة، في لعبة خطيرة جدا من عدي الدباغ في اللقطة الماضية. عدي الدباغ في محاولة كان ممكن بأنس، واللعب من أجل الشعار دائما، هذا ما نشاهده في كل مباراة على لاعبي المنتخب الفلسطيني. يلا على هذه الأرض ما يستحق الحياة، كرة عالية إلى الأمام، راسية، راسية خطيرة، الله الماضية، يتصدى لأخطر الكرات الفلسطينية، أخطر كرة فلسطينية هي ثانية بعد كل حاولة هي للوصول لمنتخب بنغلاديش. هذه بعيدة، تحولت إلى ضربة، ضربة ومن ثم عودة من جديد، ما زالت الأهداف وقادرة على 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 ترجمة الفرص إلى أهداف. محاولة خطيرة في اللقطة الماضية، وكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، عبرت الكرة إلى ركلة ركنية ممتازة. عطية ما زالت مستمرة، الخطيرة الرأسية، والمتابعة تأتي عن طريق كاميلو، يبعد الكرة كاميلو لكن ليس بالطريقة المناسبة. إلى محاولة ترسل إلى الأمام، عالية رأسية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ওরা আমি থামিনি, আরে বললাম দুইবার উঠবো।